السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ عايز اسألك سؤال كده، انا واحد داخل معايا شريك وبعد مبلغ وبعد في التجارة، وبعد هو مش شغال معايا، انا اللي بشتغل بالفلوس، فهو يعني متفق معايا ان انا باخد نص الربح في المكسب، وبعدين يعني مثلا ايه فحصل خسارة، هل مثلا يجوز انا بشيل مثلا في نص الخسارة بتاعته، ولا انا بشيل خسارتي انا بس وهو بيشيل خسارته؟ على الاتفاق الذي تم بينكما وعلى الاعراف السائدة، اذا لم تكن هناك اتفاقات، اذا كنتما اتفقتما على شيء فالمؤمنون عند شروطهم، اذا لم تتفق على شيء فرد الأمر إلى الأعراف السائدة هي التي تعطيك الحكم في ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. تفضل. لو سمحت يا فضلت، هو أنا إحنا اتفقنا في نص المبلغ، نص المكسب اللي هو بيشتغل وأنا اللي بشتغل، فدلوقتي حصل خسارة، قلت هل لك هو يشيل معاه نص الخساره غير خساره الاعراف السائده؟ الاعراف السائده، انظر الى شريكين مثلكما او عده شركاء على طريقتكم، الطريقه السائده في اوساطكم يبنى عليها العمل، بارك الله فيك. اذا لم يكن هناك نص في الاتفاقيات